السيتياسيون هي ان كنا خدامين زعما ومفاش بديت لو بورتري اتضح ان كيقولوا انا خصك تخرج شي رخصه وصافي وقفنا وناتوندو انها تسريق الامور. واليوم يعني بديت في الخدمه الحمد لله وصراحه كنشكروا السيد الوالي اللي سهر على هذه القضيه زعما بيدو هو اللي دخل شخصيا باش يسهل المأمورية. لا 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 دابا عطاونا الترخيص يعني طبعا كتابي وصراحه شجعنا وقالنا زعما راه كاين ما يدار في هذا الميدان ديال الفن. وهذا تفاجأنا ان السيد الوالي زعما عنده درايه بالفن ويعني عارف شنو كاين وبالعكس خصو غير الصراحه خصو غير يخدم خصو غير لي زارتيست لي بروبوزيو عليه وجمعيات مؤسسات اللي يكونوا حتى هما في النيفو انهم يشتغلوا معاه. فوالا لا الحمد لله نرجعوا نفس الصوره فهمتي كاين واحد شويه ديال ريباراسيون من بعد غادي نبدا ان شاء الله في العمل. كنشتغل بها بوحديتي وان شاء الله غادي يكونوا لي زاسيستون معايا مساعدين. دابا نقولوا باقي واحد 10 ايام ان شاء الله اخرى. هي شراكه بيني وبين تكنو بارك واللي مكلفين بيا هما داباتيك اللي منها كولابوراسيون مزيونه صراحه. اقترحت عليهم بزاف ديال لي بروبوزيسيون. لي بروبوزيسيون اللي كانت هي ليلى العلاوي بورتري ديالها. وعلاش اخترتو زعما حيت كان سيمبول ديال واحد فنانه تشكيليه مراه مغربيه اللي اجتهدات ومشات لشي اماكن يعني زعما صعيبه شويه وهداك ولكن مع الاسف انها اصطدمت بواحد الصدفه انها كانت في واحد المطعم وتعرضت لاحداث ارهابيه وماتت الله يرحمها. بحال اللي وعدنا السيد الوالي ان هذه غير بدايه ان شاء الله. طبعا الحاجه فاش كتكون جديده في واحد الجهه طبعا كيكون فيها بعض الاشكاليات ودابا كلشي تعدل والامور هيدا غادي تسهل ان شاء الله وغادي تكون الامور في مع السلطات الشراكات ان شاء الله غادي تكون يعني ما كاين حتى اي مشكل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.